أكيد يعني راح تكون جاهزة لأنه بقات بعض الرتوشات، وهذا الدنيا الإقلاج هادو مع الحساب يعني اليونيو عرب يعني متطلباته، نظن أنه راح يكون كل شيء جاهز ويعني من بداية الشهر القادم. والأفونتاج أنه يعني كان عدة يعني عدة ملاعب وقاعات يعني راح تكون في كل مناطق العاصمة ولا حتى الولايات الأخرى، وإن شاء الله راح نكونوا جاهزين كالعادة إن شاء الله. نظن ما شفتش حاجة سلبية، نظن راهم الناس قايمين بالشي تاعو، عباك بلي كاين دي سبيسيفيسيتي لكل اختصاص، والناس الاختصاص هما اللي راهم واقفين على هادشي. نظن أنه كل شيء راح يكون على ما يرام الحمد لله. نظن يعني خاصة في المدة الأخيرة الجزائر راهي تنظم عدة تظاهرات، حاجة مليحة يعني حتى للمنظمين تاعنا يعني لم يخدموا يزيدوا يكسبوا خبرة، إن شاء الله هو إعطاء يعني نوريه الصورة تاع الجزائر الحقيقية، وإن شاء الله إحنا هذا هو أكيد كاين الهدف أنه ننظم أحسن تنظيم، والهدف كذلك لازم تكون نتائج بطبيعة الحال. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.